معمر القذافي The Green Book Part 1 The solution of the problem of democracy The authority of the people Popular congresses and people's committees Popular congresses are the only means to achieve popular democracy Any system of government other than popular congresses is undemocratic All the prevailing systems of government in the world today are undemocratic unless they adopt this method. Popular congresses are the end of the journey of the masses, movement in its quest for democracy. ديما حشمة لفوق كل أربع حشمة لفوق وراك إبليس يكون ساعة يا توماس تواري ليلكا أبو أراني إبراهيم شنقلي دادي كاس دي جي معمر وانكا Are you ready? Check this one, man. الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم أوباما نادم عمر القذافي مش أي بنادم الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم ساركوزي نادم عمر القذافي مش أي بنادم نيكا ورهي غط السنة ميدا ويندغ ما تكاس نسيبه موس نتاي الزارم ميغتا قرش تكوني واضم ميغن هما كوني ضاسم ميغتا انتي قاتو صارم ميجان يلا آي الزارن هون دارو غنتي دبتالا نسكن من اقدو الهون اغن يا مسينا يلي سان زوان ليه يوصارن هوا سرقو كاتك ناس ميتا وانا واللي ماشن هي كد مدرد تكاسم درويد ما دستو تاسم ولي انتو يما دخلاك انضغطك ما وين نايت ما وين نكا ورهي غط السنة ميدا ويندغ ما تكاس نكا ورهي غط السنة ميدا ويندغ ما تكاس الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم أوباما نادم عمر القذافي مش أي بنادم الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم ساركوزي نادم عمر القذافي مش أي بنادم جد بجد تفوت المحنة وإحنا منتصرين ردوا العز زي ما درنا في 69 الشعب اللي بمستعد للجهاد ضد الكفرة والأوغاد الله أكبر الله أكبر شعارنا في الحرب إحنا نتصير أو نموت يا خوتنا أصحر قبل ما يفوت الفوت راكم تخدموا في مصالح الأمريكان واليهود وقفوا معنا وقفة عز ونقولوا ليبيا فيها رشاد ما يهبناش الناتو قاتلوا الأطفال ما عندناش حق الفيتو بصلاح وحدتنا الوطنية نكسروا بيها القيود والأغلال قلناها ونقولوها ومازال الحرية جيبوها وبدم الرجال الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم أوباما نادم عمر القذافي مش أي بنادم الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم ساركوزي نادم عمر القذافي مش أي بنادم والتسعين ما صازك كان قادم من يتغاص والتسعين ما استمتت الكعبة دي تاس أي قاتل الصهر دغو الدنيا نغلاس آيت ما فينا كانت فوضى نطاس إكيدة تندر بوس هنتايت ما يكوس إكيدة تندر تنري أو ينتر تنتسوف أو أدغنا هات إني دفي ويرغال ورسينا غنا كينا طوي دغماس نقال إما جغانا جاتي غفيا تقلم تندام بأس قلاتي لتبس نسانا وإقلان إقلابا هو دغو الدنيا تاشن شنا يطمع أو إندر هانا غيقال إنا كينا طور هنا الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم أوباما نادم عمر القذافي مش أي بنادم الله أكبر الله أكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد أكتر النصر قادم ساركوزي نادم عمر القذافي مش أي بنادم هم القصة ما فهموهاش خلاص النصرنا كلها مع ريال الرصاص معمر بومنيار هو من وضع الاساس اسمه عملاء الانجليز والفرنسيس يا مجموعة خوانا مجموعة جواسيس يلي شراهم ساركوزي بشوية الفلوس باش يمرضوا البلاد ويولوا السوس
يقسموا البلاد بيس ورابيس بصح سايقلهم عمر بو خميس ويعطيهم في الثورة شوية دروس يقلعهم زي دروس اللي فيها سوس معمر يتحداكم هو في الميدان الحق يا ناس اليوم راح يبان عرب اللي كنا بارين هم اخوان وقفوا اليوم علينا مع الشيطان باش يبيعوا بلاد اليهود الامريكان الله اكبر الله اكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد اكتر النصر قادم اوباما نادم عمر اللي دافي مش اي بنادم الله اكبر الله اكبر حبنا لبلادنا كل يوم يزيد اكتر النصر قادم ساركوزي نادم عمر اللي دافي مش اي بنادم كما تريكم مرتزقة جنوب معروف كيف 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 كيف